سياسي بيقول لك المحكمة الدولية وصير ميتة سوا. طب انت لا معترف بقضاء دولي لا معترف بقضاء داخلي، شو بنعمل نحن؟ خلاص بنستسلم؟ ما حنستسلم، بيصير هيدا الدور اللي هو مكفل للقضاء اللي انتو ما عم تعترفوا فيه نحن بنصير نصرخ فيه. J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. ديما صادق، welcome to Serde. Hi. Hello. Hi. Finally. Finally. ديما، just to give context للأشخاص اللي بركي ما بيعرفوك، حضرتك أنت صحفية، بلشت تشتغلي بال2007 لل2011 بالأو تي في، بعدين من الأو تي في نقلتي على الـ LBC من 2011 لـ2019، وبعدين أخذت بريك سينما، مش بريك، استقلت قدمت استقالتك exactly ومن إعلام التقليدي لتسعي، ورجعت بعدين على MTV مع حكي صادق اللي هو بعت البروغرام هلأ خلص أول موسم لقلو مش من زمان. وكان عم نعمل شوية ريسيرش أنا وميديا، ولاحظنا أنه كمان هيك on the side نرفع عليك كذا دعوة قضائية من قبل أشخاص. ليه؟ نعم هلأ بنشوف هلأ بنحكي فيها. ما بحبوا الناس اللي بيحكوا. إذا أنا ماني غلطان جبران باسيل مرتين. يس. أوكي. نبيه بري. نبيه بري كمان لأنه مرة. رياض سلامة كم مرة؟ رياض سلامة مرة بس في هو ورجا ومريان. إيه هلا زودك يعني من فوق التفاصيل. ثلاث دعاوي. ثلاث دعاوي. إيه صار أنا أستدعى على رياض وأستدعى على. حلو كتير. على شو اسمه خيو رجا. رجا ومريان حويك. أوكي وبعد كمان مرتين من حزب الله. أول مرة كانت بال2015 تاني مرة كانت من قبل أربع صحفية عندهم ميول صوب الحزب. يس. تهم أوكي. إذا فينا نفوت شوي بالتفاصيل عن هول الدعاوي وإن حالتي كمان النفسية إنه شو عم بيصير، لأنه أنت عندك ضغط سياسي كتير كتير قوي، وكمان just to be very clear أنت مرة شيعية معارضة يعني، والبوستر تشايلد نازلة بالسلطة، وخاصة هلأ بعتقد مع ضد الحزب ضد الكل ضد الكل ضد الكل, ضد الكل. شو صار بالدعاوي وشو هلا شو عم بيصير معك هلا؟ هلا بالدعاوي كل جمعه جمعتين بيصلي ورقه، لانه هن مثل ما قلت لك هن ستة شغالين بهاي اللحظة، بس انه كمان في واحدة منهم هي ثلاثة، سو يعني كل عن جد كل اسبوع اسبوعين بيصلي استدعى. انا كنت انزل على التحقيقات، انا كنت انزل ونحن كنا ناطرينك برا كنا تعال كمان على الوقت خبي القصة سو كنت انزل، بس من وقت اربع اب انا يعني اخذت قرار انه مين ما استدعاني انا مش رايحة على اي تحقيق قبل ما هن يتفضلوا ينزلوا على تحقيقاتهم ويخبرونا مين فجر البلد ومين فجر المدينة ومين قتلنا فوق الميتين ضحية من اللبنانيين وغير اللبنانيين طبعا. وقتها أنا يعني أنا عم بحترم كنت القضاء، بس لما شوف إنه بشي هالقد يعني كبير. مزلزل ما عم ينزلوا، أنا ما حاحترمه وانزل، يعني مع احترامي للقضاء، مع احترامي إنه مع كل اللي عم بيصير ومع كل الانهيار في قضاء، بعتبر انه هو معجزة انه يكون في عنا بعد جسم قضائي بيطلع لنا حدا مثل القاضي بيطار. كمان لابد من التنويه من اللي عمله فادي صوان، ولو انه انا رأيي انه بيطار بعد القاضي بيطار راح بعد ابعد وخطوة اهم، فانا برأيي انه طالما يعني هذا القضاء في اعجاز بانه يكون عم بيطلع اشياء هالقد فيها امل بدولة منهارة تماما، في عندك قضاء اول شيء محترم غير مسيس فالت من التسييس مع العلم انه هو قائم على تعيينات سياسية ومحاصصة سياسية، قضاء اليوم عم يتحدى مافيا وميليشيا، قضاء شجاع جدا مع يعني، وانا رأيي انه اكيد حدا مثل بيطار وامثال بيطار بيعرفوا انه هن عم بيحطوا حالهم هلأ بخانة الخطر الشديد باللي عم يعملوا، ف هو نوع من المعجزة اللبنانية، وفي كتير معجزات لبنانية أنا برأيي نحن شدناها من ما قبل الانهيار لهلأ إذا بتكون نحكي فيها يعني. أكيد مثل مين مثلا؟ يعني أنا رأيي أنه أوكي أنا في شيء دايما بحب أني شدد عليه،
دايما بيصورونا انه نحن اللبنانيه هيدا الشعب اللي الحق عليه صح. اللي هو عم يرجع ينتخب الطبقه السياسيه اللي هلا قاعد عم يسهر والدنيا منهاره. هاي صوره نمطيه، صوره فرضت علينا انا برايي مش بطريقه بريئه. كل الوقت بينقلنا الحق عليكم، وكل الوقت بينقلنا بيفوكس على فكره انه نحن شعب بيضلوا عايش والطايفه وكذا، ايه، وانه نحن منتخب الزعماء وانه نحن ورا الزعيم وانه نحن ورا الطايفه. هاي الصوره مش حقيقيه. بنقولها لبعض باي ذا واي، هيدي الصوره بنقولها لبعض، بنقولها لبعض حتى الناس اللي نحن مؤمنين بالثوره، وحتى نحن الناس اللي ضد الطبقه السياسيه بمكان معين نحن بنقول انه الحق على الشعب. بس انا هذا شيء مش مزبوط. هذا جزء من الصوره، انه اذا انت اليوم عملت فوكس هيك على صوره الشعب اللبناني، اوكي حيطلع لك بمطرح معين من الزوم ان حيطلع لك انه بالباترون سهرانين، مزبوط، معي صوره حقيقيه، ما حدا عم بيقول انه مش مزبوطه. حيطلع لك بالزوم ان اللي انت عامله، حيطلع لك انه بمار مخيل هلا سهرانين، وحيطلع لك بالزوم ان اللي انت عملته انه في ناس بكسروين عم يرجعوا ينتخبوا الزعيم، وانه بجنوب عم يرجعوا ينتخبوا. هيدا جزء من الصوره. طلع مول زوم اوت، شوف كل الصوره. كل الصورة بتقلك انه انت هيدا شعب من بالألفين عمل طلع الإسرائيلي، بعدها بخمس سنين عمل انتفاضة. في عن هول الناس هن زيتهم، مش يعني مش في شعب حد الشعب، لا هو زيته هيدا الشعب. هو عم يسهر كان وقتها بالمنو، اوكي، حمل حاله، اوكي، لما اجا وقت الجد قعد بساحة الشهداء، جمع مليون لبناني وقال سوريا برا. وقبل ما يطلع وقال سوريا برا كان له 15 سنة تلميذ طلاب اليو اس جي وكتير جامعات ومدارس قاعدين بهالشوارع عم ياكلوا خبيط من نظام الأمن السوري اللبناني. هيدا كمان جزء من الصورة. ومن بعدها كمان الصورة إذا بتحط لها زوم آوت بتقول إنه بال 2011 طلعت مظاهرات تقول إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام تزامنا مع إسقاط النظام بمصر وبسوريا إلى آخره. كمان الصورة بتقولك إنه بال 2015 عملنا موفمان، طلعت ريحتكم، طلعت ريحتكم، بعدها بأربع سنين عملت ثورة. كيف اختصرت لي كل هيدا المشهد انه نحن مننتخب بس الزعيم؟ اوكي نحن مننتخب الزعيم مزبوط لسبب، اتهام كتير سهل بعتقد، ومنه عميق ومنه دقيق، من يعني له تفسير كتير واضح. انا عندي دايما رأي بيقول انه القانون هو اللي بيصنع سلوك الانسان، مش الانسان اللي بيصنع، مش سلوك الانسان هو اللي بيصنع القانون. بمعنى انه هاي مرة انا قلتها انه اليوم اذا اللبناني لنقول في شيء هيك ستيريوتايب بيقولوا عن اللبناني ما بيوقف بالإشارة قدام، ما بيوقف على الإشارة، بس هذا هو ذاته هذا اللبناني، حطه اليوم بباريس، حطه بدبي، بيلحق القانون مثل على السكة. طب أوكي، معناتها مش بجنائته هالإنسان ما بيلحق القانون، هيدا معناتها غياب القانون جعل سلوكه البيهيفير لإله إنه تكون متفلتة، انه تكون ما بس تجيت قلت له غصب عنك. واي انسان بالمطلق اذا ما بتجبره انه ليش في بانلتي على القانون، ليه في ضريبه في جزء اذا ما وقفت على الاشاره، لانه الانسان بطبيعته بيتفلت من الضوابط. فاين، نحن قانوننا، طبيعه قانوننا الانتخابي والسيستم الكامل تبعنا هو قانون قايم على انه انت كمواطن لازم تروح لزعيمك لتقدر تلاقي وظيفه، لتقدر تفوت على مستشفى اذا اولادك مرضوا. القانون هالبلد مش قانونه بس، يعني عمليا هيدا النظام هو نظام زبائني، نظام كليانتيليزم بوليتيك. اوكي، هالكليانتيليزم بوليتيك عم يخلق عنا بيهيفير انه لانه الدوله ما بتامن لي طبابه، لانه الدوله ما بتعطيني باخر عمري ضمان شيخوخه، لانه الدوله ما بتامن لي مدارس، انا حط واحد ناروجي هلا حطه بلبنان بنفس الظروف انه كيف حيتصرف؟ اوكي، اول خمس سنين من حياته حيتصرف على القانون وحيقول لا واتس ذيس نو. اوكي، بعد 10 سنين he wants to survive to survive. لما تطلع حرارة ابنه حيروح لعند الزعيم. بتعرفي نحن يعني نحن ما مصدق كمان نتعرف على عالم very interesting، وفي neuroscientist اسمه ألبير مخيبر خبرنا انه لما يكون عندك
ريبي عم يكون عندك uncertainty إنه أنت مثلاً إذا توقفي على إشارة حمراء إذا بتقطعيها بيطلع لك زبط، إذا أنا بقطعها بركي ما يطلع لي زبط، إذا أنت بتقتلي حدا وإذا أنا بقتل حدا أنت فيك تروح على الحبس أنا ما فيني روح على الحبس. سو عايشين بكذا رياليتي، ما فينا معنا رياليتي مشتركة. مزبوط. عشان هيك لازم نلجأ لزعماء ولا أمراء الحرب، مش بس لما الزعماء أو لما الدولة إذا بدك هن بيفرجوك إنه في فساد وهن كمان بيعملوا قصص منهم نموذج أبدا يعني. منهم إكزامبل بالضبط. بالضبط. سو أنا رافضة هيدا السردية إنه نحن الحق علينا، نحن الحق علينا بننتخب الزعيم. لا حبيبي، أنت حقلق لي سيستم غصب عني إنه هيدا المواطن اللي بكسر وين اللي اليوم الدولة أمنت له قدرات محدودة على كل المستويات، إن كان على المستوى التعليمي الثقافي المعيشي، حيمشي بقلب السيستم طبيعي، حيروح لعند الزعيم إنه سو. لا ما تلوموا الناس، السيستم والقانون جاي خالق هيدا السلوك عند الناس. ما كرمال العالم عم يسمعونا هلا بيفقعوا دينيهم. سو يا سو ايه، هلا بنحنا شعب عايش، اوكي فاين نحنا شعب عايش، طب لحظه شعب عايش انه اعطوني شعب تاني هيك نحنا ساردين بعد العشاء. فينا نفكر هلا مثلا بشعوب كل 4 سنين بتعمل انتفاضه او ثوره؟ Can we think together? يعني can we find an example about it? أنا فيني أقول لك إنه بالألفين نحنا حررنا الجنوب، فيني أقول لك إنه بال2005 طردنا السوري، فيني أقول لك إنه بال2011 عملنا تظاهرات، فيني أقول لك إنه بال2015 عملنا تظاهرات ضد الزبالة، فيني أقول لك بال2019 عملنا انتفاضة كتير كبيرة لمية ثورة. ومش بس. أوكي. فينا ليه كتير شعوب يعملوا هالشي؟ وبال2020. اوكي الشعب اخذ دور الدوله ونزل ساعد من بعد تفجير بيروت. وين في شعب عمل مثل ما عمل الشعب اللبناني بخمسة اب على بكرة الصبح لما الدرك والجيش كانوا قاعدين عم يتفرجوا علينا؟ مين اي شعب عملها يلي عمله الشعب اللبناني؟ ما في شعب. اوكي 100%. وين في عندك شعب اليوم كل الانكسار اللي عايشه؟ في عندك شبكة طلاب راحت سقطت كل الأحزاب بكل الجامعات. لاندسلايد وين؟ بأي عين جايين؟ وين عندك شعب الممرض فيه معاشه 1,000,000 ليرة؟ يعني قد ايه 1,000,000 ليرة؟ ما بعرف حسب قبل الحلقه وقبل السؤال وبعد السؤال قد ايه الدولار يعني بس ما بعرف قد ايه هلا المليون. هيدا اشتغل بانفجار 4 اب، وهيدا اشتغل بالكورونا، وهيدا عمل ودرس سنين. جايين يقولوا لنا بعد كل هيدا الحق على اللبناني؟ شو سيريسلي اعطوه؟ انا بحب تعطوني شعب مرادف لشعبنا. انه اكيد فيني اقول لك الفلسطيني، اكيد فيني اقول لك الكردي شعب كتير مناضل، اكيد فيني اقول لك الارمني، but these are exceptions. يعني هو المشكله شعوب العالم ونحن من هالناس. بس بتعرف اللي بيستعملوا هيدي السردية؟ يعني انت وبعد كمان عملت سيجمنت بحكي صادق انا كتير حبيته، في عالم مثل ويام وهاب بيقولوا انه الشعب فاسد، في عالم مثل زياد نجيم بيقولوا الشعب مخدر، واكيد الموست فاليبل بلاير جبران باسيل بيقول انه انتم صوتوا له وات هاف يو. بيستعملوا هيدي السردية كرمال نحن نقدر نفقد الامل بين بعض. ما انت بس طبعا تفختي أكيد. بين بعض بس تتخوني انه انا هلا رح اطلع بمدر احقول اوكي هيدي اكيد ما حتصوت معنا، هي منا مع الثوره او كذا، رح ترجع تلجا للزعيم، انا خلص يعني بتفقد الامل اكيد. You destroy the fabric of society. والثقه بين بعض. Absolutely. طبعا. طبعا انا اللي بخاف منه انه نحن ما لازم نستعمل هذا الشيء ضد بعض. انا بكره كمان هيدي السرديه انه اللبناني مضطر يبيع صوته كرمال $100 او $200، اكيد الرشوه $100 اكيد حطوطه، بس لما حدا بيقول لي ايه معين ما هذيك المره قلت لا، هذا السيستم اللي عامل هيك. ايه السيستم عامل لك انه انت يا يعني بفرنسا اليوم انه منهم بحاجه يبيعوا بفرنسا واي بلد في مؤسسات وفي, يعني. وفي 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 اليد ديمقراطيه انه they don't need. ما هن عارفين انه انا صوتي بيساوي اكثر من $100، لانه انا صوتي اذا ما ترجم باكتريه حيطبق برنامج معين له فايده علي. هذا الشيء مش موجود بلبنان. انا عارفه انه انا اذا صوتت اليوم للحريري او للبري او لفرنجيه او لمين في جنبل او المئات او المخزون، كله هيدا رايح وي نو انه رايح بلش، فخليني اخذ $100 فحلو عن الناس يعني اللبنانيه. انا
مصرة إنه منهم المسؤولين عن اللي صاير، منهم المسؤولين عن اللي صاير، في سيستم مولد هالشيء. بحب لأنه أنا مثلك بنرفز لما بيقولوا إنه الشعب اللبناني ما له هذا. كنت عم تحكي عن قاضي بيطار ويلي عم بيعملوا هلا كرمال أربعة. إيه وعم بيعمل شغله. ما فينا نقول إنه إنجاز لأنه عم بيعمل شغله، وعم بيعمل شغله مثل ما مفروض يعمل شغل فظيع. أنا بلاقي إنه واحد يروح لهون وأكيد ما بدهن يرفعوا الحسنات. إنه لما نوصل على هيك شيء شو بنعمل ساعتها؟ يعني ما لما نسأل على شو لما وصل له بده يجيب بعد تحقيق كل الأشخاص اللي أنت كده عم تقولي تحت الهواء اللي مديو أنه كانوا عارفيني أنه في نيترات أمونيوم بالبور. طب صار في حصانات، مجلس النواب ما عم بيقبل يرفع هالحصانات، شو بنعمل ساعتها؟ هلا في بروسيدجر هو عمله انه هلا عم يلجأ لعويدات للقاضي. ايه. عويدات. ايه. اللي هو مع الرغم من انه هو تنحى بسبب قربه من غازي زعيتر. ايه. بعتقد بس هو اللي بنص، هو مش اللي بنص، هو اللي بيحق له واللي عنده صلاحية انه يراجع الطلب اللي تقدم فيه بيطار بانه بموضوع انه رفض بموضوع رفض حول عن قاضي تاني يعني كرمال. لا 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 نحن ناطرين هلا شو بده يقول عويدات بانتظار. بس انا اللي من اللي شايفينه بعتقد انه من اللي كتار شايفينه من القاضي بيطار انه منه حدا willing to step back، منه هين، منه حدا متر انه ناوي انه خلص ما قبلوا لي اوكي فاين عملت اللي علي. ان شاء الله لما رح تطلع الحلقه نكون عرفنا لانه كل هول الاسئله اللي عنا اياهم معنا جواب هول بيقتلوا. يعني انا عم نوصل على ذكرة 4 اب وكل يوم بنهار اكثر واكثر لانه كله عم بيرجع لي. بس قبل ما نرجع نحكي عن 4 اب ايه شو قلت انا ذكرى ذكرت سوري انا ايه اوقات بعمل اغلاط بس ما لي سامحوني. هو عم بياخذ خطر حياته هو. انا خيفان عليه. ايه انا اكيد خيفان عليه. وفي كتير ناس بنخاف عليهم وانت مع كل الثريتس يعني التهديدات والتهديدات يعني صار لك سنين ما بتخافي على حالك؟ لا ومكملة. انت مبلش شغل التهديدات بس بطولة. لا ما بتذكر انت والاو تي في يعني لا ما هذا هو السؤال. كنت مواطنة شيعية صالحة. There you go. كنت مواطنة شيعية صالحة جدا واشتغل بالاو تي في وارائي مشابهة. لا كنت مواطنة شيعية صالحة جدا اوكي. ونحن كنا يعني وقتها حكيناك قلت لنا انه بسبعة ايار بالألفين وثمانية تغير توجهك السياسي وصار بس لا يعني لا لانه انا اكيد لازم اعترف انه انا شو كنت وكيف كنت بس كمان انه خليني افسر لك انت. طبعا اكيد هون ابسولوتلي اكيد بس انه مديني حالي اوريدي ديلي اني ما شفت الاشياء صح. لا انا كنت مع 8 اذار بوقتها ما يسمى ب 8 اذار لانه وقتها كان فريق 14 أزار اللي هو ورد قضية جدا مهمة اللي هي السيادة والحرية والاستقلال واللي هي ما حدا فيكون ضدها. بس اللي ورد اللي حملوا هيدا اللي وقع هن الناس كان عندهم سمعة انهم فاسدين يعني بأسامي معينة يعني كانت التيار المسؤول. يعني خلينا ما ننسى انه الحريرية السياسية كانت متهمة. نحن هلأ يعني نسينا هالموضوع العونية نسونا كل شيء قبل العونية بس لحديت 2005 الحريرية السياسية كان تيار متهم بالفساد وبالسرقات وبسياسات كتير ان فافور لطبقة معينة ضد الطبقة الوسطى وضد الطبقات الأخرى. فيعني ما كان شيء سمعته كتير لذيذ على الأقل لجوي. فهن ورتوا هيدا الشيء وأنا كنت رأيي أنه هن هو الناس فاسدين. فبالتالي وكان حزب الله وتيار الوطن الحر كانوا معارضة كانوا عم بيقول يعني نحن أنا ما كنت بعرف شو هن التيار الوطن الحر وحزب الله. كان رأيي أنه في ناس جايين جديد عم بيقولوا نحن ضد الفساد وعنده كان عندهم برنامج ما بيشي اسمه وقت الكتاب البرتقالي في أفكار ما بها شيء. وكان حزب الله لل 2005 ما بنعرف عنه شيء إلا أنه واحد قاوم بهالجنوب لا بده وزير مقاومة بس عنده هالكم نايب بالبرلمان ما تدخل ولا مرة بالسياسات السياسات الحقيقية ولا مرة ولا خارجية وإيه ولا مرة. هلا كان سوري ماسك الخارجية بس إنه أوكي I had to do this distinction بس إنه أنا ما كنت وعيت له. وكان وقتها ما عم يعطي ثقة ولا حكومة سو الانبوت لإله بالحياة السياسية التنفيذية كان مش موجود.
فبالتالي أنا كنت معهم. وكان كان في جملة كتير مهمة كان يقولها السيد حسن نصر الله، اللي هي أنه نحن سلاح الحزب هو للمقاومة، وحتى لو سقط منا 1000 شهيد بالداخل نحن ما حنستعمله بالداخل. أما مثلوا شهيد أخدوه أصوله كابل تليفون وقتها بال2008 بسبعة أيار اجتاح بيروت، هون أنا نقذت قلت شي غلط. كلنا نقذنا برم سلاحه ايه، بس انه لا في ناس كانوا اكيد عارفين انه هيدا ما حيست انه هيدا حيستعمل سلاحه بالداخل، بس انه انا كنت من الناس اللي نايف في كثير ناس مثلي كانوا اللي مفكرين انه لا هيدا فعلا عم بيقول شو what you see is what you get. فهون قذت شو هيدا ما يلنا على اساس ما حتستعمله بالداخل كله كابل تليفون، يعني اوكي فاين ات واز امبورت كان شيء مهم كابل التليفون. بس المهم بعدين بال2011 12 بالاحرى 11 12 لما فات لا يدعم بشار الأسد من أنه يسقط، هون خلص يعني انقلبت كليا نسقطه. ما فيك تكون مقاومة ورايح تدعم رايح تدعم طاغية، يعني شو طاغية يعني أنا نظام الأسد نظام الأسد. وأنا لإلي أنا حدا منطلق من ثوابت كتير مهم كتير مهمة لإلي اللي هي إسرائيل، وهذه ما عم أقولها لأنه لازم تنقل، لا يعني عاطي إسرائيل هو نظام أبرتايد، نظام عنصري. نظام قايم على ظلم كتير كبير، هاي قناعتي الكتير كبيرة. هويته عدونا ايه، وحتى لو ما كان عدوه، حتى لو هم قايل عدوه ان شاء الله هو بتنبكتو وهو هي ساوث افريكا ايه. انا رأيي هيدا النظام كارثة ايه. اوكي اوكي، بس فهيدي صورتي لإسرائيل ايه، بس انه صار نظام الأسد ما فيك تكون بدك تحارب إسرائيل باسم نصرة المظلوم تروح تدعم سوريا وبشار الأسد اللي أنا برأيي أسوأ من إسرائيل. ما في شك ما في شك أنه نظام مثل نظام الأسد أو نظام صدام حسين أو نظام كتير أنظمة أسوأ من إسرائيل، مع يعني مع تأكيدي أنه أنا بيجوب يعني من تكويني هو شيء معادل إسرائيل، بس أنه لا مش عاملين المجازر اللي عملها بشار إسرائيل. سو انت كذاب لما تقلي انه انا حياتي هي انا هدفي بالحياه اني انصر المظلوم. اتس نوت ترو. قلتيها بسبعة اب بالفيديو الشهير بالفيديو الشهير تبع انستغرام. بس للاشخاص اللي بركي ما بيعرفوا، اذا فيك تلخصي هذا الفيديو شو قلتي بالضبط؟ بعتقد قلت شيء مثل انه you can't be a freedom fighter and go back up بشار الاسد. يعني قلت بسبعة اب سنه الماضيه يعني 2020 انه يلي عملته انت فينا ايه مش سبعة ايار عم نحكي عن سبعة اب. اف شو ما قلت ايه اف شو ما قلت لا اطلع يعني كان عندي غضب فظيع. هيدا فيديو بسبعة اب كان سبعة اب ايه حقلك لي ايه مزبوط بسبعة اب. اربعة اب مثل كل اللبنانية كانت خوتيني يعني. بسبعة اب كان طالع هو يحكي ايه كان طالع هو يحكي حسن نصر الله يعني. فكان اول واحد حيحكي من بين كل السياسيين كان هو طالع وعنده خطاب. فانا كنت قاعده وعم فكر انه طب هيدا شو طالع يقلنا؟ طالع يقلنا انه انا موجود لانه بدي احميكم من اسرائيل. طب ما اسرائيل ما كبت علينا قنبله نوويه، يعني ما كبت علينا قنبله نوويه، انه شو ما اذا انت بدك تحمينا منها شو ما عملت فينا اسرائيل مش رح تكون اضرب من اللي انتم عملتوه فينا شو ما عملت. ما هو يعني العالم وصل لتوب بالوحشنة اسمه القنبلة النووية. ما في يعني العالم ما عرف أتخصيته بعد أبعد منه صح؟ هيك يؤرخت أنه هيروشيما هيدا أضرب شي عرفه لهلأ العالم صح. أنه أوبيسلي حنعرف أضرب بس لهلأ نحن معهم لهولي وصلنا للتوب. شو حتعمل إسرائيل أكتر من هالشي؟ وما عملت فينا هيدا الشي، هي كيان غاصب وعنصري واللي بس ما عملت فينا اللي عملته اللي عملوه كلهم حزب الله وكل المنظومة اللي هو حاميها. فوقتها كنت مع كتير معصبة وقلت هيك. هي اللي صار بأربعة بعتقد كان كوكتيل عدة أساس، كان كوكتيل فساد، كان كوكتيل إهمال، كان كوكتيل عدم كفاءة طبعا. وكلهم كانوا يعني هو السوابق كلهم أدوا على إجرام إجرام يعني بعتقد كلنا we were traumatized because of it. ويعني وهلأ رح تجي نعم بعد ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يعني هلا انت عم تقولي انه غراض مين هو اللي كانوا نيترات الامونيوم لمين؟ مين عم يستعمل نيترات الامونيوم؟ مين عنده سوابق؟ مين عنده تاريخ عم يستعمل نيترات الامونيوم؟ هلا حكينا نحن مع عده اشخاص، في كتير عالم عم تقول انه
في احتمال انه يكون الاسرائيليين هن اللي قصفوا البار، هن اللي سببوا كل هالفجعه. في ناس سمعوا وشافوا طيارات و... في ناس سمعوا. اوكي سو شو هن شو تسلسل الاحداث؟ في اول شيء قبل بجمعتين ما صار في تفجير بيروت وصل له رسالة لرئيس الجمهورية ميشيل عون انه فيني تلات امونيوم بالمرفا، ما عمل شيء. بعشرين تموز. اوكي مزبوط. وبعدها شو صار كمان؟ وبلشوا يعملوا بتعرف انه هو ما عمل شيء، وانه هو عم يكذب لما قال انه هو بعت لأمن الدولة، مش لأمن الدولة، لمجلس الدفاع الأعلى. ما عمل شيء. حيبعت لك فيديو هلا بنحطها باللينك اوف ذا ديسكريبشن. حابعت لك فيديو. هذا الفيديو مين عن مجلس الدفاع الاعلى عم يسالوا جورج صليبي، عم بيقول له ما بعت لك اياها رئيس الجمهوريه، فهو سكت. بده يقول له لا ما بعت لي اياها، ما قال له بالحرف ما بعت لي اياها، قال له لا انا استلمتها من امن الدوله، قال له لا ما رئيس الجمهوريه عم يقول استلمتها، عاد نفس الجواب قال له انا استلمتها من امن الدوله، which means انه ما بعت له يا رئيس الجمهورية، انه مش بس كان بيعرف، كان بيعرف وما عمل شيء. عبر سنجي ذا لينك. اوكي. صوت وصورة يعني، مش انه انا عم اقوله شيء ما قال. في كمان بعدين كانوا عم بيعملوا ان شانتيه دو سيكوريزاسيون، كانوا عم بيجربوا يأمنوا البور لانه عارفين انه في اهمال وحاطين كابين نترات حد فرقع، والشغيلة ما كان حدا عم بيراقبهم، كانوا مفروض يشتغلوا ويعرفوا شو عم بيصير، مدير البار يعرف شو عم بيعملوا، شو ما حدا عارف، ونهار أربعة أب كان مفروض يتركوا البار ساعة تنتين ونص، اشتغلوا مأخر كتير، يعني ما بنعرف شيء، يعني في قصة صارت يعني مثل حسان دياب كان عنده فيزت على البور، لغى الفيزت اخر تكي بزيت النهار، قال لانه قالوا له according to google انه هيدي منا خطرة او شيء، سو نطر انه ليتأكد اذا خطرة بركي it's worth it انه هو ينزل بولشت. وكمان يعني من ناحية خارجية في هيدي بعتد اكتر واحدة يعني صدمتني، دونالد ترامب هيدي من بعدها لأنه أوكي. كمان كان في بعد 3 أيام بأربعة أب كان مفروض التي أس أل سوري أنا رح أقولهم بالفرنساوي يعطي الفيردي تبع اغتيال الحريري. يعني في كتير قصص صاروا قبل المحكمة الدولية، وفيك ترجع لورا كمان، النيترات فات على لبنان ب2013 مزبوط مع الغوسوس هيدا الباتو بوبيل يعني بيخاز بالي بزيت الوقت، وين كان الكوميونتي انترناسيونال تهمه مجتمع دولي ثانك يو تهمه بشار الاسد انه عم بيزيد اكسبلوزيف وتي ان تي على شعبه، فكان احسن يخبوا بلبنان من ما يخبوا بسوريا لما يفتحوا غير انه بعد عيون عليهم. يعني في كتير قصص صاروا قبل بتخليك تفكر انه طيب في كتير كوينسيدنس، وفي السبيتش تبع دونالد ترامب اللي طلع بعد تفجير بيروت. هو دونالد ترامب بغض النظر عن سياسته اذا بتتفق معه ولا لا، طلع هو قال انه the attack on بيروت بعد ما حكي مع كل الجنرالز تبعوا له سميها attack. بعدين بعد نص ساعة طلع الهيد اوف ذا ديبارتمنت اوف ديفنس نكرة قال هيدي منا attack هيدي كذا. وميشيل عون قال بعد 3 ايام انه صار في attack على بيروت. صحيح 3 ايام من بعد تفجير بيروت. ما بعرف، ما فينا نعرف. في كمان اكيد صور الساتلايت اللي طلعوا بعدين انه الساتلايت كان مركز على قبرص ما كان مركز على لبنان بين هالوقت. هذا الغباغ الفرنساوي صار في صور تاخدوا من مرفق بيروت قبل التفجير بيروت، لانه مش انفجار هذا التفجير اوكي، ومن بعد بس بيقولوا لك انه هو الساتليت بيبرم اسرع من الارض فمشان هيك ما كان. بس مهم ما فينا نعرف في شغله خبرني اياها نديم تيش انه طب مين خلق، بغض النظر عن الاتهامات بغض النظر اذا اسرائيل عملت هذا الشيء، مين خلق البيئه كرمال نحن تو بوينت ذا فينجر على حزب الله او على منظومه مثل حزب الله، لانه هن بيكون عندهم سوابق عم يستعملوا نترات الامونيوم بمحلات اخرى ببرلين بسوريا بكذا. سو ايه انه هي أول ما طلعت قصة النترات كتير انتشر الرأي إنه هاد النترات موجودة بلبنان لأنه بشار الأسد عم يستعملها كبراميل متفجرة بسوريا، وهذا شيء منطقي وهذا من الاحتمالات اللي ممكن الواحد إنه يتوقف عندها ويدرسها. أنا شخصياً اليوم بما إنه في قاضي أنا شايفة وبعتقد إنه كتير من المجتمع اللبناني شايف إنه أخد شغله كتير جدي وكفؤ كل الدعم وشجاع. شخص يعني
شخصيا كصحفية ما بعرف شو فيني أحكي بهيك 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 وضع. هو اللي هو يعني هو المعطيات عنده وهو اللي لازم يحقق 100% أكيد. بس بغض النظر إذا هاي النترات إجت وانفجر المرفأ لأنه إسرائيل قصفت أو لأنه حزب الله جابه للنترات كرمال بشار الأسد أو لأنه إهمال إهمال من قبل كل الوزراء الأشغال والمالية ووزير وقائد الجيش والأمن العام. بغض النظر شو ما كانت النتيجة اللي حتطلع يستحيل أنه هاي النتيجة حتكون أنه في حدا ما كان مسؤول والباقي كان مسؤول. شو ما كان إذا إسرائيل قصفت لنقول هيدا يعني هيدا أقصى شيء حنكون أوكي. إذا إسرائيل قصفت هيدا لا حيعفي كل الوزراء اللي حكي عنهم بطار بمسؤوليتهم ولا حيعفي حزب الله اللي بيعرف دبة النملة باليمن بس جاي يقلي إنه ما بيعرف شو فيه بمرفق بيروت وجاي بس بيعرف شو فيه بمرفق حيفا بمرفق حيفا ولا بيعفي رئيس الجمهورية اللي قال لي ستخوتاغ انه بعشرين تموز انت بتعرف وبج المرفق شو ما كان السيناريو. انا هون هيدا صار شغل قضائي وطبعا والقرار الظني بده يكون شغل قضائي بس انا بالسياسة شو ما كانت القضية هيدا في مافيا وميليشيا. هون حاستعير المصطلحات صالح مصطلح دكتور صالح في مافيا وميليشيا حكمة لبلد ما في أدي إلا لانفجار بلد أنه في عندك ميليشيا وفي عندك مافيا متحالفين وماسكين لك بلد شو بده يصير فيها البلد حيبج وبج. إسرائيل فجرت بشار الأسد عم بيهرب لإلنا هيدا صار تفصيل. الحقيقة هي أنه هول كلهم مسؤولين كلهم يعني كلهم وبما في ذلك سعد الحريري اللي حتى لو ما في ورقة بتقول أنه هو معه خبر ولهلأ أكيد ما في ورقة بتقول هيدا الشيء بس أنا رأيي كل شيء كل أخطاء سياسية عملها بحياته سعد الحريري بمال وأنه يروح يحمي حسان دياب لما استدعى القاضي صوان مش بس هو ما كان الوحيد كان في كمان تمام سليم بعتقد أو كل رؤساء كل رؤساء الحكومة ايه كل نادي رؤساء كانوا عندهم كلب كلهم اتفقوا بين بعض انه كلب عندهم كلاب عندهم واتساب جروب بيكونوا راحوا حموه. ها يعني ما حدا يستثني حدا ما في حدا مستثنى من جريمة المرفأ ما حدا ولا حدا انه تعالوا نفكر ولا حدا لا رئيس الجمهورية لا رؤساء الحكومة اذا بدي لبسها لحسان دياب لحاله لانه كان عارفه ليك راحوا حميوه مش معقول كيف راحوا حميوه يا اخي ما عندهم جنس الاحترام للي ماتوا ما عندهم جنس الاحترام لزيتهم. شو بده يحكي الواحد 200 واحد ميت قدامهم ورايحين يحموه لأنه هيدا موقع سنة فيني سب؟ أكيد فيك تسب في الشخلك نحنا منسبسب كل الوقت أكيد فيك تسب يعني القهر والغضب طبعنا أنه أكيد أنا كتير طب هلأ وصلنا لكن ما عم نرفع الحصان. شفت شو صار قدام بيت محمد فهمي وكيف نزلوا بالأهالي الضحايا؟ مش مسموح شو عم يطلبوا؟ عم بيطلبوا عدالة والحقيقة بدهم يفهموا شو صار بولادهم بيضربون. طب يا أخي إذا ما نكون مسؤولين مزبوط أنتوا ما كنتوا عارفين ليه خايفين يرفعوا الحسنات؟ روحوا حكوا قولوا أنا ما كنت عارف بس بالضبط. وأنا رأيي أنه عباس إبراهيم هو كان السوبر هيرو اللي صور حاله من سنة ما بعرف 2012 لهلا انه انا ام ذا سوبر هيرو انا اللي بخلص راهبات معلولة انا في مشكلة مع الخليج بقى هو مدير عام الامن العام ما بتفهم ليش هو بس كذا اوكي فاين كتر خيره عم بيحل لنا مشاكلنا مع الخليج في مشاكل حكومية هو عنده مبادرة فاين كتر خيره واحد عم يعمل اكتر من المطلوب منه فاين. فهو بنى صورة السوبر هيرو اللي الكل بيحبه. أنا رأيي مش فكرة إنه استدعوه هي اللي ضربت له صورته، فكرة إنه ما راح على التحقيق هي اللي ضربت له صورته. أنت جيت قلي إلك 10 سنين إنه أنا عم سوبر هيرو بعمل اللي بينعمل وأنا أحسن من الطبقة السياسية بيستدعوك على التحقيق بتقول ما بدي أروح، ما روح على التحقيق، ما زلك واثق من حالك، روح وقول أنا وصلتني هيدي الورقة فإن مضيتها وأعطيتها للجهات المعنية هن اللي وات إيفر وات هي هاز تو سي. بس
باللي عمله، مش الاستدعاء هو اللي خلص له اسطورته، اللي خلص له اسطورته انه هو مثله مثل باقي الطبقة السياسية، ما بيستجيب للقانون، ما بيستجيب لوجع الناس، ما بيستجيب لمدينة مفجرة. هي هي هيك هون بينتهوا هول الناس. واحد كل واحد منهم بنى اسطورة. بالمناسبة مش العون بنى اسطورة، مش العون لما اجى بال2005 كان اسطورة، وعمل اسطورة مسيحية بال2005. حسن نصر الله كان أسطورة، أسطورة أنا مأمن فيها، مأمن فيها كتير كتير. أنا كانوا هيك، كان في gray area يعني، اللي زلمة الشخص اللي ما كان بيرع كل العقيدة كان أتليس عنده ميول صوب حزب الله، لأنه بعد ما حرر رجوع. سعد الحريري أوكي ما كان أسطورة، بس رفيق الحريري لما مات صار أسطورة، ورثها هالأسطورة سعد الحريري. سمير جعجع أسطورة، ذي مانديلا اللي قعد 11 سنة كلهم أساطير إذا بتفكروا فيهم بهيدا المنحة. بس كلهم هن نهوا أسطورتهم بنفسهم، لأنه كلهم عندهم نفس الأداء، نفس العقلية، نفس النظرة للمواطن، ونفس النظرة لوظيفتهم بالسلطة. أنا أعلى من المواطن، أنا أعلى من الدولة، أنا أعلى من القانون، أنا ما بنتهي، أنا جسويزا، أنا ما أنت شفت اللقبات اللي بيستعملوها، يا شو يا باك يا كبير، يا دولة، دولة الرئيس، بي الكل، بي الكل، مش معقول. ما ما حدا عزة، ما حدا منهم عزة. شفنا أول شيء ما حدا حكي من بعد تفجير بيروت، ما حدا عزة. ولك لما بدهم أصوات بالانتخابات بيبرموا برمة العروس، بيروحوا من هذا لدفن، من مزبوط. من بعد تفجير بيروت ما حدا منهم هذا، ونا با بيان جور دو دوي ناسيونال. هلا بدهم يعملوا بعد سنه، مش هن الفرنسويه بدهم يعملوا جلسه ايه، لانه قبل ما عزوا، لانه كانوا عارفين انه الناس حتاكلهم بسنانهم يعني. أكيد. اذا يعني بتذكر وقت سعد الحريري نزل على الضريح، انه هو وقت اعتبر انه هو ما كان من الحكومه، هو ما كان من الحكومه، كان حسان الجاب من الحكومه، ما بعرف اذا بتتذكروا. نزل صح، نزلوا عليه، هجموا عليه الناس، وبعدين البادي جاردز تاع سعد الحريري ضربوا الناس اذا بتتذكروا. كمان ميشيل عون ما كان في ينزل، كانوا اكلون، كان اكلون الناس بس من برمي يعني. صغيره مع ماكرون سو ما نزلوا برايي مع زون يعني، لانه عارفين انه ما فيهم. بس ما حكيوا، ما حدا حكي، ما حدا عمل سبيتش للشعب يعني. انا هيدا ما بفهمه يعني، ما حدا اجى قال شو عم بيعملوا يعني. ميشيل عون طلع بعد ما بعرف ثاني يوم، ثاني يوم عمل وقت تجمع الصحفيه اللي بيحبوه، طلعوا خمسه وقال لهم انه انا كنت اعرف، وقال لهم انه انا كنت اعرف. صحيح اكزاكتلي. حسان جاب ما بتذكر انه حكي، سعد الحي نزل، حسن نصر الله طلع بسبعة اب، طلعوا شو بدهم يقولوا يعني، شو بدهم يقولوا. طب هلا يعني مع اجا سعد الحريري قال انه ما حيقدر شكل حكومه مع ميشيل عون، طب هلا احنا وين وصلنا؟ شو فينا نعمل هلا؟ لانه صار في مماطله طويله عريضه. كم يوم؟ قد ايه؟ 299 يوم، 9 اشهر. اوكي شوف معين، انا رايي انه نحن اكيد ما عم اقول هالشيء لك، عم بحكي انكلودينج مي يعني. نحن عم نوجه املنا او اعتمادنا على الحلول على المكان الغلط. هاي الطبقة السياسية ما بقى فيها تعطي اي حل، اجى سعد الحريري او ما اجى ما رح يغير شيء. الحل هو بمكان تاني، الحل هو من خلالنا نحن. هلا انا بعرف انه الوضع كتير سوداوي، وبعرف انه نحن عم نطلع بحالنا وعم نقول انه خلص انهكنا، كلنا انهكنا بما في ذلك. يمكن نحن، انا اكيد انه في مطارح، في لحظات بتمرق عليكم تتعبوا، بتحسوا انه خلص تعبنا. بس انه انا اللي بدي اقوله انه في هيدا رايي، في شيء عم بيصير بهالبلد من تحت لتحت، في شعب ما عم بيموت يعني. انا حاعطيك مثل هو شوي طويل، لقلك جو هذا هاي سردي. يعني مثلا انا بال2012 كنت بنشرة اخبار ال بي سي، بنشد أخبار الـ LBC، وقتها جابوا مدير أخبار جديد اسمه خالد صغير. وقتها إجوا أهل إنه بتعرف نحن نشد الأخبار شو استقبل ودع رئيس الجمهورية جملات، قال مدري مين قال ولا سو. بال 2012 قررت الـ LBC إنه هيدا بدو خالد صغير بدو يستلم الأخبار. المهم إجا قال خالد صغير أوكي أنا استلمت الأخبار، أنا بدي أعمل The Way I Want. أول خبر بدو يكون إذا في مرة جوزة ضربة بدو يكون خبر أول هيدا.
إذا في حدا من الـ LGBT community صار له شيء هيدا بده يكون خبر أول عندي. إذا في عاملة منزلية حدا ضربها هيدا خبر أول عندي. unless مدري شو قايل ميشيل عون وسعد الحريري هو اللي بيمرقوا بلوك 2 بلوك 3 يعني بآخر النشرة. أنا كنت أقرأها لهالنشرة الأخبار. ما بدأت تتذكر وقتها كان في هيك انترو كتير مهضومة اسمها جمهورية العار. أوكي I'll send you the link. أيه بليز. الانترو اللي هي بالأخبار اللي عادة بتطلع بتحكي فيها عن سعد الحريري ومدري شو. أنا هلأ تنخرط للسيز ب 2019 لنكون صريحين. بس لنكون صريحين أنا الإعلام التقليدي ما بحضره. بنحضرك لأليك ولألبيركو سانيون هلأ زيت نهار يعني ما بتهينوه علينا. بس إنه منيح في إنستغرام لأنه أنا بحبه كتير لألبيركو طبعا كتير. So anyhow so صارت حبعتكم جمهورية العار اللي هي انترو عم نفتتح فيها رشد الأخبار الساعة من الناس ناطرة. نحن عم نخبر فيها أنه في 12 حدا LGBT لقطون بالدكوينة ونحن عنا مشكلة أنه ليش لقطون وكيف عملتوا لهم فحوصات شرجية وهيك. فالجمهورية اللبنانية وقتها كانت مصدومة أنه شو عم نقول أنه ليش رشد الأخبار LGBT عم تحكي بهالشي. Anyhow سو على سنتين ثلاثة أربعة أيضا شخص ما حدا بيعرفه هو برا يعني low profile very low profile. المهم من يومه إذا أنتوا منتبهين الخطاب المينستريم بلبنان في شيء تغير فيه. بطل في حدا يطلع على التي في ويقول إنه مثلا الجاي ما بعرف إنه يتمسخر عليه. بطل في صارت موضوع العنف ضد النساء موضوع فعلا مطروح بلبنان. صار موضوع العمال الأجنبي الأجانب كمان شيء أساسي. في خطاب مينستريم تغير. اللي عم جرب لكم إياه إذا شو إنه هذا المينستريم يعني إذا أنت بتقارن اليوم هذا الخطاب بلبنان اليوم إذا بتقارنه لسنة 2010 it was not there مش موجود كان. اللي عم جرب لك إياه إنه في مجتمع عم يتحرك وعم بيغير. في إعلام بديل عم يطلع. في أنتو في درج في في ميغافون في بوليتيكال بان. الشباب عم بيروح لهونيك. في عندك طلاب غيروا كل 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 حياة الجامعية الطلابية بلبنان. في خطاب إعلامي عم يقول لك مثلا تغير من تحت لتحت. في حركة عم بتصير بهالبلد. أحزاب تغييرية عم يطلعوا. يس هيدا منه مجتمع. المجتمع الميت بيكون غير شي شكله. صدقني بيكون غير شي شكله. ما بيكون مجتمع عم بيطلع إعلام بديل. ما بيكون مجتمع عم يهزم أحزاب بأمه وأبوها بهيدا بجامعات. فأنا اللي عم جرب أقوله سوري هيدا جوابا على إنه الحريري اعتذر وما اعتذر. هيدا بطل الحل. Doesn't fucking matter. Yeah, it's irrelevant. بده يطلع من جوا المجتمع. وأنا رأيي إنه المجتمع اللبناني تاريخيا هو مجتمع كتير عنده دينامية حية. أوكي ما بنطلع عن نازة مزبوط مشان كمان ما نقول إنه اللبناني هو بيعمل اللي ما بينعمل. ما بنطلع عن نازة وما كان عنا اللبناني space program بس من زمان. إيه I know بالستينات. بس أوكي ما بس إنه لا ما اللي عم جرب لك إنه أنا ما عم بحكي هذا الخطاب اللي بيعمل إنه اللبناني لا. هو طبعاً. مش مزبوط. أوكي لا لأن نحنا عنا تكنولوجيا أمريكا ولا مش مزبوط. بس نحنا أكيد في مجتمع إذا أنت بتدرسه من القرن الثامن عشر لليوم في عندك مجتمع في دينامية معينة. دينامية ثقافية دينامية فنية دينامية اجتماعية مهمة. أنا برأيي هاي ما حتموت. وأنا رأيي هايدي شفتها ب 17 تشرين وما بتنتهي ب 17 تشرين. مثل ما أيس أو مثل ما كتير من الثورات في عندها بيك مومنت وبعدين في خيبات متتالية طبعا. بس بيكون في شيء عم يتحضر بقلب الشعب. بيكون في تغيير عم بيصير بقلب الشعب. أنا رأيي أنه أكيد هذا الشيء كتير طويل ويمكن مش أنا حشوفه. ما بعرف إذا وردو ياسمين حيشوفه. بس أنا بعرف أنه هذا مجتمع عم بيحضر شيء وما عم ينتهي. بس الشعب تعبين كمان وفي البرين درين. أنا هيدا يلي عم بيقتلني يعني من خاف منه. ما بحياته صار بلبنان مثل يلي عم بيصير الحكمة عم بيفلوا فيها why شو صار ما بعرف شو صار؟
وما فيك تحط مي اطفيها بها لا برافو شو ايه شو اللي ولع شو الازاز ولع يعني مش الحام كسر شيء اوكي منيح لانه سود كله فوق ده ذكرت اربع عام شو بيقولوا لا خلص منك ما تنع انه هيدا مجتمع في بلا شو انا منتشرين بس بحس انه في نرجع من في قلق نو اتس فاين كفي. من كفي من بعد الحريقة خيفانة من هجرة الأدمغة إيه أنا خيفانة منه لأنه في كتير أساتذة عم بيفلوا في كتير حكمة لفات حكمة فلوا ونحن الأساس تبع المجتمع اللبناني هو ثروتنا إيه إنه العلم والطب كانوا يجوا كل الناس يطببوا حالهم بلبنان وكتير ناس عم بيحطوا ولاد أنا خايفة منه كلنا خايفين منه الشعب تعبان بس انه الوضع يعني. منه أدرب من مجاعة 1915 صح مزبوط مزبوط وين ما شفت اللبنانية ماتوا وفي شعب رجع ولد ما عم اقول انه هذا الشيء عظيم لا اكيد لا ولا عم اقول انه نحن اللي عم نعيشه عظيم يمكن هذا الشيء كتير شخصي كيف انا بشوف الامور بس انه انا بشوف مثلك انا بشوف انه ما بعرف يعني مش ما بعرف ليه لا اكيد بعرف ليه لا اكيد بعرف ليه هذا الشيء مبني على التاريخ مبني على انثروبولوجيا هذا الشعب هذا الشعب وليد هذا الشعب ما بينتهي انه اعرف في شعوب انتهت مديا صح في بلدان انتهت صح في حضارات بالتاريخ ماتت في شعوب ماتت هيدا الشعب انه خديه من 1900 عارف اول عارف مجاعة وعارف جمال باشا وعارف حرب كم حرب صرنا عارفين هيدا الشعب for some reason قادر انه يكفي probably في شيء عنده بيحسه على الاستمرارية وأنا كتير مأمنة بهالشي وعطيتك الأمثلة اللي بتخليني أمن بهيدا الشيء أنا كمان يعني أنا لما الناس بيسألونا وأنا بتسأل كل يوم أنه شو مخلينا بلبنان يعني اليوم أنه دايما أنا بيسألوني ليه بعدك بلبنان ما بعرف كيف ما بعرف شو معلقني هالقد يعني كل يوم في أنا ما بدي أترك وكل يوم ولا أنا ولا أنا ولا أنا بس أوقات بتتسائلي بتقولي طب مني قادرة بقى مني قادرة بقى أنا كل يوم بقوم إنه تعبانة بس بعدني هون بعدني هون في شي وبعدني هون في شي وأنا معيك يعني بس أنا يلي بخاف منه إنه كل هالناس يلي عم بيفلوا إيه الوضع يعني ما بحدد إنه في اثنين عقال بيختلفوا إنه الوضع يعني هذيك مرة ما علمي عم سألني هل إنه وصلنا على الهاوية ما هي الهاوية هون نحن صرنا هون مش إنه وصلنا على الهاوية الهاوية هون نحن صرنا شوب هون يعني خلاص نحن بقعر الهاوية بس أنت كنت بس إنه حتى لو إنه أوكي لسن لما يكون هلا يمكن هاي فكرة لما تكوني أنت بقعر الهاوية اللي هي اللحظة اللي نحن فيها وفي ميديا معين وديما ومئة ألف شخص غيرنا عم بيقول ما بدنا نفل والمغتربين اتمنس في شيء بهذا البلد حلو في كل شيء حلو بهالبلد وفي شيء بهالبلد هلا تنخرطوا كمان بالسياسه هذا بعتقد اللي حيتغير شيء وما بدي اعمل روماتيزاسيون انا فيري سوري اني احطها بهيدي الطريقه يعني بعتذر كتير انه ممكن تنفهم غلط بس معين وميديا ويمكن ديما ويمكن هنا ناس ممكن يكون عندهم الفرصه انه فيهم يفلوا يعني عندهم ال يعني الاوبشن انه يفلوا حقيقة مش انه لا في ناس مثلا لا لانه فيك انت تكون ما عم تفل انه ما قادر تفل ايه. لا انت عندك الاوبشن انا سبب يبقوا لا انا قادره افل ايه؟ انا فرنسويه انت اوكي قادره افل بيقولوا لي ايه بيقولوا لي الناس انه عندك باسبور ليه ما بتفلي كنت عايشه برا ليه ما بترجعي على فرنسا في شيء انا ما بعمل رومانتيزاسيون هذا البلد نحن دائما اللبنانيه بنقول انه هذا احلى بلد بالعالم ايه قلت مره وبرجع بقولها ايه هذا البلد بياخذ العقل لما بتروحي بتظهري شوي بتكزري وبتشوفي وعنا شعب بجنن مثل ما كنا عم نقول يعني بعدين ليه بدي اترك لهم البلد انا هيدي هي جاوب دائما ليه بدي اترك لهم البلد ومش بلدهم ما فهمت ليه بدي اترك لهم مش بلدهم انه اخذوا لي مصريتي اخذوا لي ماضي اهلي يمكن عم ياخذوا لي حاضري ويمكن ياخذوا لي مستقبلي بدي اعطيهم اياه
فشلوا على رقبتهم ليه بدي أعطيهم وعم يجربوا ياخذوا مستقبل ليه ما فهمت يعني ايه ليه بدي أعطيهم ايه why would I make it so easy for them لا ما رح نعطيهم ايه بس انت كمان ديما يعني بفهم اللي ما اللي عم بيقول ما بدي بس طالما في ناس عندها بكاركترها هيدا التحدي مش رح نعطيهم ايه طب انت outspoken as you are بتحكي بنمط معين كانت تتعرضي لكتير تنمر يعني بولينج كل الوقت مع انه بتحكي منيح عن الشعب اللبناني البولينج وقت ان احنا شفناك بدبي اخذنا صوره معك لا التعليقات مش معقول ما تويتر لي اكثر من غير ناس يعني يعني ما بعرف انا ما بحيت شايفك شيء الا بركي مع جينو اكثر لما بتاخذ صوره مع غير حدا هلا انه انا ما هلا كمان احنا تعرضنا لكتير انتقادات بس كل الوقت اسمعلي ان بارتيكولر صار فيك شيء أثر عليك بحياتك الشخصية مش إنه أخذوا لك التليفون على الرينج كنت أحدي كنت أحدي ما كنت بعرفك بوقتها شفنا كثير إشياء بحياتنا نحن تقاطعات صارت أنت كنت important moment of my life I was كمان وما كنا نعرف بعد بس إنه يلي أنا كنت موجودة على الرينج وشفنا شو صار وأخذوا تليفوني شتني مهسرة ومصرخ إيه أكيد طبعا لا وبعدين عطوا نمر التليفون ils l'ont rendu public ou ça يجي كي تليفونات ومساجات وببليك ثريت و شو صار بالضبط فيك تعطينا يعني تسلسل الاحداث اول شيء بلشوا بالتليفونات دقوا على بيتك دقوا يعني لا هن من انا اول مره تعرضت لشيء انا مش عارفه انه حاتعرض له هو سنه 2012 هي اول مره انا بيصير عند يعني بيصير في تهجم علي على السوشيال ميديا انا مفكره إنه في إشياء منقولها هي بديهيات مثل إنك أنت تحكي ضد ديكتاتور هيدي بديهيات بالحياة يعني فطبيعي إنه يعني ما بتكون متوقع إنه في حدا حيهاجمك لأنك قلت هيك إذا قلت إنه هتلر مش بعرف إنه يسقط هتلر شو بيعرفني أو مجرم مش متوقع إنه حيصير في ناس تجن عليك ممكن تلاقي اثنين موتورين قالوا هالشي بس ما في حملة أول مرة بحياتي بكتب شيء كان وقتها على تويتر كان لما ميشيل سماحة لقطوا معه متفجرات وهو معترف بالصوت والصورة انه رايح يفجر مائدة رمضان وقايل انه علي المملوك بعتني طيب فكتبت انا بشر الاجهد مجرم في واحد بعت لنا متفجرات يقتلنا وصوروه هو عم بيحكي اوكي وقامت الدنيا علي وسب وترندينج وهاشتاج وتليفونات وحكيوا أمي ما بعرف ليه وقتها بلشت هلأ بصراحة شديدة أنا عمره هيدا الشيء ما أثر علي لسبب إنه شو كانوا ينقل لي كانوا ينقل لي مثلا أنه أنت بتقبضي من السفارات أنا ما بقبض من السفارات يقولوا لي أنه أنت مثلا دعارة وبتشتغلي لهيدا الأمير وبتقبضي عند هيدا الأمير وليالي حمراء طب ما أنا عارفة أنه مش مزبوط أنا عارفة أني كتبت هيدا الشيء لأنه أنا رأيي أنه هيدا الشيء هيك فما كان هالشيء ضايقني بعتبر انه شو شيء كثير بديهي انه ما يضايقنا يعني انا هيدا رايي يعني انا كثير فهمانه فكره انه انت عم تحكي لي بهي الطريقه انه انت ما عندك شيء ثاني تقوله امتى هالشيء بضايقك انا او اتليست انا هيك اي فانكشن انا هيدا الشيء بضايقني لما يكون في انا فعلا عندي نقطه ضعف هن حيصوبوا عليها وانا كان عندي نقطه ضعف صراحه أنا كنت مرعوبة من إنه شي يوم في لأنه كانوا كتير يحكوا عني على السوشيال ميديا كنت كتير مرعوبة إنه شي يوم حدا يجيب صورة سيرة بنتي ما كان عندي مشكلة يجيبوا سيرتي كنت اتضايق كتير إذا أمي بتتضايق بس صراحة يعني كنت يعني ما أنا عارفة إنه الحمد لله ماما شي كتير منيحة يعني فبيقولوا اللي بدهم يقولوا بس أنا كان عندي مشكلة إنه كنت بنتي شي سبيشال نيد وكانت عندي ما هي نقطة ضعف عندي كانت أكيد وكان ما بدي في إنهار ويحطوا لي صورتها ويقولوا لي هيك فاللي صار إنه أنا قلت إنه هاي نقطة ضعف أنا كتير خايفين منها فشو هعمل هأطلع على تيفي وقبل ما هني يقولوا أي شيء أنا هأطلع وحقول وأنا بدي أتصالق لأنه أنا كنت شوي عندي يعني بعتقد كل أهالي اللي عندهم ولد سبيشال نيد بيكونوا متصالحين إلى حد كبير مع الموضوع بس بمطرح معين كمان بيكونوا مش كتير يعني في عندهم مطرح جزء مش متصالحين معه وأنا قلت أوكي فأنا بدي أتصالح مع الموضوع بدي أحكي بالموضوع
وبتكون تحكوا عنه فاين. انا طلعت على التي في وقلت اني شايفتها ومش مصدقه and this is what I did. بس for like 2 years كان عندي هالرعب انه ما بدي في شي يوم وشوف حدا حاطط لي صوره ياسمينه وقايل شي عنها. هيدا كان ضايقني لانه it made sense, لانه انا باقي انا عارفه انه لا مزبوط ولا شي ولا بيجرحني, فما بدي تفوتوا على النقطه اللي ممكن تجرحني شوي. فخلص هذا شيء سهل يعني, هذا شيء كتير سطحي فيهم يتهجموا عليه, وإذا ما عندهم شيء تاني يركزوا عليه. على الحلو بالموضوع بس لا طلعت على التي في صاروا يحكوا بس إنه it's fine, I'm totally fine with it. وكمان بيحكوا لأنه أنت مرة بيحكوا أكتر من مرة. ما إنه الطريقة يلي الناس بتنتقد أو إنه شو بني أنا اليوم عم بنسى كلمتي بتتهجم بيقولوا على الأشخاص غير بين المرأة والرجال. لأنه دايما في سكسزم, دايما في قصص عم تقولي دهارة. كل النسوين يلي كل النساء رح نقولها هيك يلي بيطلعوا على التلفزيون يكونوا صحفية أو مثل بولا يعقوبيان دايما أو ساندرين عطلة لما طلعت عند بيير رباط دايما بيصيروا بينتقدوها لأنه مرأة. بدي شوف طبعا اذا بدي شوف اذا حدا بيحكي هيك مع الرجال ممكن ينتقدوا الرجال طبعا, بس بينتقدوا على غير اشياء. ايه على غير اشياء طبعا طبعا طبعا. واصلا انا يعني لقلك ليه, لانه نحن كتير بتربيتنا وبعقليتنا انه هاي المرأة بالنهاية في رجال حيلمها, فبالتالي بتصوبي على كونها امرأة بينقل له انه انت مره فلتانه, انه انت مصاحبه ما بعرف مين, انه انت حقك هالقد. بالتالي هيدا الشيء هي ما حتقدر تحمله, وجوزها وبيها وخيها حيقدروا يحملوه, which is the case يعني بكتير ايام يعني ما حيقدروا يحملوه. فبالتالي نتيجه الهجوم شبه مضمونه كانت انه في مرة ما حتى لو المرة قبلت في مجتمع ذكوري من حواليها محيط فيها وهو قيم عليها مش رح يتحمل, حيقول لها سد دنياك. وانا حقلك شيء انه انا في كتير مطارح بدوائر سياسية يعني نحكى بانه الحل انه طب ما خلي جوزة يضبه, انه مثلا اذا بيعرفوا جوزة مثلا خلي جوزة يضبه. في حكي جد حكي يعني يس في حكي جد هيك طلع يعني مش انه ما بتسمع انه خلي مارتو تدبه وبيطلعوا ايه. فهن براسهم انه هيدا نوع هجوم نتيجته مضمونة اوكي. انا رأيي الايام تغيرت خاصة بانه نحنا تصدينا لهالشي. يعني برأيي في عدة وجوه نسائية تعرضت للكثير من التنمر وقفوا على اجريهم بهذا الموضوع وتصدوا للموضوع, وانا برأيي انه هيدا من الخطابات المينستريم اللي تغيرت بالبلد. يعني كان هين عليك انك تجيب سيرة مرة, هلا صدقني اي حدا بيحكي على مرة من باب السمعة صار بينقلب عليه. فينا نحكي كمان عن الإعلام التقليدي, انه هل انت بتحسي امرار انه بالإعلام التقليدي اللي بيكون عنده عادة توجه سياسي معين في قصص فيك تقوليها في قصص ما فيك تقوليها, هل هذا الشيء كان بالتقليدي هذا الشيء خلاني استقيل من الـLBC؟ أوكي. انا بالـLBC قامت ثورة وكان عندي موقف كتير واضح انه سلمة ما وجمع في ثورة عايمة, انه يا هلا بدك تقول ميشيل عون وحسن نصر الله وسعد الحريري وكلهم يعني كلهم يا ما بدك يا بتسمي كلهم يعني كلهم is a very good slogan, بس ما فيك تخليك كلهم بدك تقول مين انه هالكلهم يعني كلهم يعني. فانا كنت على تويتر عم بكتب شو عم يعني عم بكتب مواقف ضد ميشيل عون وضد حسن نصر الله وضد سعد الحريري وبلا بلا بلا, بس كنت مركزة على ميشيل عون that's for sure لانه رأيي إنه كارثة. لا معك حق. لا وفيك تنقهري أكثر من غيرك, أنت كنت تشتغلي بالأو تي في. لا كمان. لأنه القهر الناس يلي صدقوه أو حطوا كل أملهم فيه أقوى من الناس. مش بس إنه بتحسي على حالك إنه خينك. أكثر من ما خين غير ناس يلي ما كانوا يحبوه. لا بس رأيي إنه فعلا هو كارثة يعني كرئيس جمهوري. مش كارثة كلمة صغيرة. المهم طلب من الـLBC وقتها انه ما بدك ما فيك تكتب هيدا الشيء, واصطدمت بالاعلام التقليدي اللي هو اعلام سلطه اعلام سلطه. في تفاوت بين مؤسسه وتانية, بس
يعني كان في اصطدام كتير كبير، وهذا الشيء خلاني استقيل. وانا لما استقلت من ال بي سي انا كان عندي صفر خيار تاني، صفر يعني. في ثلاث تلفزيونات بالبلد، القلبي انه اكيد اذا ما بنحسب الام دي ان والمنار يعني، ف ولا الاو تي في او الاو تي في صح، في الجديد والام تي في. انا كنت عارفه انه الجديد هو شيء مسكر كليا قدامي، لانه انا بالطريقه اللي بحكي فيها عن حزب الله ما بتقطع برايي، ما فينا احكي باسم الجديد، يمكن هن رايهم تقطع، انا كنت مفكره انه هي ما بتقطع. والام تي في ما كانت معروضه علي، يعني ما كان عندي عارض من الام تي في انه روحي. فانا كنت استقلت وانا عارفه انه فعلا انا خلص، انت بدك تاخذي قرار، بدك تستقيلي ويمكن تنتهي يعني هون. واشتغلت بزيت الوقت بس قدمت استقالتك، اشتغلت على مبادرات تانية ما هيك؟ شو صار؟ عملت اونلاين لإلي سميته ريستارت، اللي هو بالنسبة لإلي انا احلى شيء، يعني انا فعلا اكتر شغل بفتخر من اكتر الاشياء اللي بفتخر اني عملتها كان يعني ماتيري عملتها على السوشيال ميديا اللي لإلي. عملت بتذكر عملت تقرير عن الهجرة، اللي هو رحت جمعت شيء 20-30 شخص ماشي عم بيقول أنا اسمي إكس إجراك وأنا مسافر مهاجر على كندا لأنه هيدا البلد ما بقى يحمل، ما بقى أنا قادر حاحمله. جمعتهم ب30 فوكس بوب وكل واحد عم يشرح لي and it had a huge impact، يعني I loved it. بس رجعت على الإعلام التقليدي؟ رجعت على الإعلام التقليدي صحيح، رجعت على الإعلام التقليدي لأنه أوكي شو السؤال؟ لسن لا لا لا، بقول اشياء مثل ما هي. ام تي في بيرسوناليتي، لما تكوني انت بالتي في، وهيدا ممكن مش عم بحكي يمكن عم دين حالي بمكان معين، مثلا انه انا بقول اشياء مثل ما هي، بتكوني معي معودة على اكسبوجر معينه. انا انرعبت باني يعني غامر بعيد عنه، فكنت مرعوبة يعني. وكيف تجربتك كلام على MTV؟ Excellent. شو شايفين يعني انه انا عم اشتغل هلأ بمكان، من اول ما انطرح علي هيدا البرنامج انطرح بصيغة، وهيدا الشيء اللي انا كمان بدي انه بدو ينحكى عن الكل ونحكى عن الكل. انا بمحطة بتحكي، انا ببرنامج على محطة بيحكي عن حسن نصر الله، بيحكي عن ميشيل عون، بيحكي عن رياض سلامة، بيحكي عن سعد الحريري، بيحكي عن سمير جعجع. هو الحلقات موجودين أونلاين، you can go double يعني can double check. لا واحد يعني. واحد تم انتقاده، بيهبرك واحد واحد تم انتقاده، وأي ما فيني ما أقول إلا إنه السقف اللي عطيته، اللي هو مش سقف، لا سقف اللي فتحته الـ MTV بهذا المجال، إذا بدك it meets somewhere الإعلام المش تقليدي يعني. بس كمان ما كان في إشكال نوعا ما لما حكيت كمان مع الحزب، بعتقد صار في شرخ بين إدارة MTV وأنت شو حكيتي؟ شو صار بالضبط؟ اللي صار فعليا هو أنه أنا بحضر حلقتي، أنا لما تتحضر هيدا الحلقة في الام تي في بدها تعرف شو طالعه تقول ديما على هوانا يعني. إيه. انه انا ما فيني اطلع يعني باي مؤسسه حتى لو كانت اعلام مش تقليدي، انه اعطيني هلا اكس ايغريك من الاعلام اللي مش تقليدي، اللي هو السقف تقريبا الله عندهم واللي بحترمهم كتير. ما في رئيس تحرير حتطلع ماده مثلا، تخيل حدا عنده ويبس عنده بلاتفورم لشيء مش تقليدي، طلعت عليه مثلا ارتكل عن اللاجئين السوريين انه هون لازم نضربهم بالمشايه مثل ما غنى كارلوس، ما فيها تقطع. في رئيس تحرير بده يعرف انه اللي اديتوريال، لانه هو مسؤول. اكزاكتلي exactly. سو انا اللي انا متفقه مع الام تي في فروم داي 1 انه انا اللي بقوله في حدا بده يشوفه. يومه فعلا يوم هاي الحلقه في حقيقة بتقول إنه هو وقتها كان رئيس مجلس إدارة الـ MTV اللي بيقرأها كان ميشيل للمر، كان مريض وعامل عملية كتير كبيرة، فعلى التليفون قال لي ديما أنا مريض وتعبان، أنا ما قادر أقرأ اليوم شو كاتبه. شو حاكي؟ قلت له عن حزب الله. أوكي فلقله مثل ما عادة. ما مشكلة عن حزب الله. ما في مش إنه لو قلت له حدا تاني probably كان قال لي أوكي better to see. أوكي هون إجا قال لي أوكي فا هلا هو مش عارف أنا شو أقول.
شو قلتي بس كرمال الأشخاص أنا مش نايم الليل وعم بغلي كيف قتلوا لقمان سليم يعني طلعت وقتها كان اغتيال لقمان سليم صح؟ كان لقمان سليم فأنا طلعت بتذكر يوم أنا وعم بكتب الحلقة بتذكر كان في مشهد بجنينة سمير قصير بعد ما عملوا تأبين للقمان سليم صارت الكراود تصرخ مين قتل لقمان حزب الله صاروا يقولوا حزب الله أنا عم بحضر أوكي ما انقدر حزب الله قتل لقمان سليم كتبتها هيك وأنه ما حننطر التحقيق وأنتوا اللي قتلتوه وهي اللي أنا عطل اللي مني مش حزحزح عنا للحظة يعني فطلعت and then كانت إدارة الـ MTV رأيها أنه نحنا ما عندنا أي مشكلة أنك أنت تحكي عن الكل بس نحنا توسي نعمل تحقيق هذا ما بيتماشى 100% مع نحنا شو رأينا أو الـ approach اللي بدنا إياها so تم الوصول لمطرح أنه fine أول سي أنه أنا وبنفس الوقت بدي أعطيهم كريدت فظيع أنه ما قالوا لي أنه أنت بدك تتراجعي لحظة عن أنت شو قلتي أنت هيدا قلتي نحنا ما بنتخلى عنك وهيدا رأيك وبنحترمه بس نحنا هذا مش رأينا سو بدنا نعمل فرق بين الاثنين طلعت وقلت اوكي هذا رايي هن الابروتش اللي بيعملوها وطريقه كيف بيقاربوا الموضوع مع على الرغم من انه هن كتير انتي حزب الله كانوا قاربوا بطريقه تانية فصار في تميز بين الاثنين وخلصت لا انا عم بدي اقول انه المشكله اليوم انه ما عندك الا الاعلام والصحفيه لتعرف شو عم بيصير بالبلد اليوم انه بيجوا بيقولوا ليك بركي انه انت شو عرفك وما عندك ما عندك بروفز وما عندك مثل ما فيهم يقولوا بس لما بتشوف كيف ميجافون نيوز من بعد تفجير بيروت فسروا لنا اكزاكتلي ب ريبورتاج دانفستيغاسيون هذا الفيلم كيف وصل النترات على لبنان بعدين شو صار على المزبوط مين عارف وشغل رياض بيسي كمان ايه وشغل في راس حتهم يعني لا انا ما عملت انفستيغيتيف لا مش انفستيغيتيف بس انه طريقه يعني حكي كمان بيخلي الناس تفكر وتجرب تفهم لانه يعني اليوم ما في حدا بيعطيك الحقيقة ما حدا exactly مديا ما حدا بالضبط هذا اللي بدي أقوله أنا لو بجمهورية وبدولة فيها تحقيق وشفافية بوصل طبعا نحن عم نحكي قبل القادة بيطار هون فيها تحقيق وشفافية ومؤسسات ودولة مؤسسات القاضي فيها بيشتغل شغله والطبقة السياسية بتخليها تشتغل ببطل أنا عندي مهمة كصحفية انه انا بدي اكشف تفرضي رايك او شيء بدي اكشف وبدي اقول بس انا اختي انا لما اكون كمواطنه قبل كما اكون كصحفيه شفت انه قتلوا رفيق الحريري سمير قصير جبران تويني و15 شخصيه او اكثر والمحكمه الدوليه طلعت وقالت المسؤول بالدليل هو قيادي بحزب الله اسمه سليم عياش بيطلع حزب الله بيقول مش فرقانة معي لا محكمة دولية ولا قرارة طب شو بنعمل؟ ما في محكمة دولية وفي تحقيق داخلي كلهم بيقولوا لك هول هاي النتيجة لما بتيجي الطبقة السياسية بلبنان وحزب الله بيقولوا لك ايه اوكي هيدا هو القرار الظني نحنا اخر همنا القرار الظني سوري لما يكون في عندك سياسي بيقول لك المحكمة الدولية وسرميت سوا طب انت لا معترف بقضاء دولي لا معترف بقضاء داخلي شو بنعمل نحنا خلاص بنستسلم ما حنستسلم بيصير هيدا الدور اللي هو مكفل للقضاء اللي انتو ما عم تعترفوا فيه نحنا بنصير نصرخ فيه وانا لما طلعت قلت هيك قلت يا اختي انا مش عم اقول انه هن قتلوه لانه انا عبالي اقول انه هن قتلوه عم اقول في 15 قضية بهال 15 قضية كله توصل انه حزب الله وما بدكم تعترفوا ففي مطرح يعني شغلة القضاء مش بسبب طبعا فشل القضاة اللي برجع بحييهم وبحيي طبعا نموذج القاضي بيطار مش بسبب القضاة وإنما بسبب القضاء المسيس والمسيطر عليه من قبل الطبقة السياسية لما يكون خلص ضاع كليا في ناس بدها تطلع تقول تعمل وظيفة منها وظيفتها رياض قبيسة مش وظيفته يعني هو صحفي رائع بس انه يعني عم يعمل شغل يمكن ثلاث أجهزة صح ايه مش وظيفة عم يعمل صحافة. شغل ثلاث أجهزة
عم بيفرجي هول الثلاث أجهزة كيف ما كانوا عم بيعملوا شغلهم وهو عم بيعملوا شغلهم محله. اليوم الصحافي ما عندك غير الصحافي الآدمي وعندك الإعلام البديل لتفهم وتعرف شو عم بيصير. أيوه فما حدا يجي يقلنا لما ما حدا يجي يقلنا ما شغلت الصحافي إنه يصدر أحكام. أوكي فاين روحوا طبقوا الأحكام اللي بتطلع بس تطبقوها وتحترموها نحنا ما بطلنا ناخد هيدا الدور. بس طالما أنتم ما عم تحترموها لا حدا حدا بده يتدخل ويعمل شيء. صح ومرسي لهيك. لا لانه اذا بتفكر فيها ما في حدا غير ومش هيك عم تاخذوا خطر على حياتكم. يعني انه الناس يلي راحوا من سمير قصير لجبران تويني كانوا صحفيه. انت كنت تعرفي لسمير قصير؟ كان استاذي، كان استاذ بالجامعه. سمير قصير سي لانتي بور. مش معقول. أنا طالبة بالجامعة كنت شوف أستاذي ينزل من السيارة تكون سيارة المخابرات لازقة فيه. يعني مش إنه عم مش إنه عم بيراقبوه، لا لا عم بيقولوا له عم بيقول إحنا عم نرهبك. يعني ما في اتنين يشكوا إنه هاي السيارة اللي وراه شو هي، بس تيتحرك كانت تتحرك ورا. كان آخر هم وكان يعلمنا هالشيء. أنا لما كنت تروح أشرب قهوة لأنه أنا سمير معه بلشت. هو علمني كل شيء، بلشت معه بالأوريونت إكسبرس ب 1996 exactly. ومن بعد ما سكرنا خلصت الأفنتور الأوريونت إكسبرس اللي هي من أجمل اللي هي يعني one must say من أفضل الإنتاجات الثقافية اللي عرفها الشرق الأوسط بالتسعينات وبداية الألفية. يعني هي تجربة استثنائية لأوريانت إكسبرس. 3 سنين بس. بس 3 سنين؟ 99 خلصت؟ 3 سنين. وكنت شوفه دايما، ضليت صاحبي. يعني أنا كنت أنا بسميه مون بير سبيريتوال. هو علمني كل شيء. زيت الشيء كنت ترو جان بور اتر تون بير. سيتي وي ما كان كتير أكبر مني لأنه لا بلا إلا بك وان لابي 45 عام لما قتلوه. ايه لما قتلوه. وكان الى في 35 عام لما كان رئيس التحرير. بس انا كنت اصغر شوي منه. ايه بس انه بير سبيريتوال از از انه هو علمني. انا كنت شي. انا كنت بالجامعه كان عمره 19 انا بتذكر مره فرجاني هويته كان عمره 39. ايه انه فيك انه في يكون بيك اذا بدك بي سبيريتوال. عندي باي وهو علمني. هو كان كول وجقل. فمشان هيك لابايي ماج دو بابا. ايه انا لإلي لانه الى ما هو علمني كل شيء. وانا لليوم لما بكتب مقال بسمع صوته عم بيقول لي. وانا لما كنت روح اشرب قهوه وهيك كانوا كمان يراقبوه. وحضر سمير قصير هلا يعني من ثورة 17 تشرين لهلا كأنه يعني كأنه في حدا عم يعني في طيف رجع عم بيقلنا إنه أنا موجود. يعني وهي الثورة رجع. يعني هي الثورة عطته أوماج يعني كريدت وكتير. واللي قاله سمير يعني سمير أي الأشياء كتير مهمة. في حدا ربط إنه اللي بده يصير ببيروت بده ينعكس على دمشق. يعني تحبت بالملي مش معقول. في حدا إنوفاتور بمعنى كيف قدر يربط بين مركزية قضية فلسطين وبنفس الوقت أولوية القضية اللبنانية. قدر يلاقي إكليبر كان مفقود بين الاثنين. بعتقد سمير هو أول حدا عرف يلاقي لهذا الإكليبر. إنه أنا فلسطيني الهوى بشكل كتير كبير وحقيقي وعميق، بس أنا بنفس الوقت لبنان أول لإلي، وبنفس الوقت سوريا هي قضية أولى. هذا إكليبر ما حدا عرف يعمله قبله. وصعب يعني وكانوا ينتقدوه على هيك شيء. ده كانوا ينتقدوه انه ايه اصلا فلسطين. بتعرف الناس شو بيقولوا شو ما كان او ايه او ايه اصلا ايه. بس لا في 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 فظيع. في إرث تركه سمير مهم. في عندي سؤال. هلا عم نشوف بالاعلام التقليدي رح اقول بالنهار عم بيستضيفوا أمر الحرب البيج سيكس وعم بيسألون أسئلة. شو رأيك باستضافة هيك أشخاص؟ أنه كيف فينا بعدنا نعطيهم منصة يحكوا فيها؟ أوكي أنا أول ما طلعت من الإعلام من LBC وعملت my own platform، أنا أول شيء فكرت فيه هو أني أنا استضيفهم. وعملت مقابلات مع جنبلات وسليمان فرنجي وغيرهم. كتير انتقدت بشكل فظيع.
انه كيف انت ثوره واول شيء عملتي بالحياه انه لما عملتي بلاتفورم لك هو انك طلعتي هاي الاصوات. انا وقت عملتها لهي الشغله لسببين. السبب الاول انه بدك تفرجي انه هاي البلاتفورم موجوده, سو بدك تجيب اللي هو بعقليتي انا التقليديه تبع الاعلام التقليدي بدك تجيب ايبولز على الموضوع. واثنين لانه هن بعدهم مؤررين. لا هيدي غلطه ما لازم نعطيهم انا بندم على هالشيء. لا ما بعرف اذا بعد لهم محل هول الاشخاص بعد يحكوا كلمك او لا كلمتين. اكيد ما بقى لهم محل هذا الشيء. هو لناس خلصوا وانا رايي هن عارفين انهم خلصوا, بس انت ما عم تخلص, انت بدك تشوف كيف بدك يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه. انا اكيد انه هن عارفين انه خلصوا, ما خلص عشان هيك عم يتشرفوا محسومه يعني. ايه محسومه, بس بدك انت في مركب عم تغرق, انت بدك تشوف كيف انت بدك تتكمش تط منها او بدك تتكمش فيها. ف هن خلصوا, انا على يقين انه هن خلصوا. ما في هيدا السيستم خلص بط هيدا. اوكي هيدا السيستم كل مره بكل ازمه كان قادر انه يرجع يوقف. يعني عندك انت اوكي بعد الطائف رجع وقف, بعدين بعد انفجار الحريري استشهاد الحريري انقسم البلد 14 و8, رجعوا شبكوا مع بعض وعملوا انتخابات الاتفاق الرباعي بالانتخابات, رجع مرة تانية اصطدموا عملوا دوحة وقطر إذا بتتذكر والسين رجعوا اصطدموا شوي, رجعوا عملوا التسوية الرئاسية. أوكي كل مرة كانوا قادرين, هلأ it is very obvious إنه ما بقى قادر. هن كل سنتين كانوا يصطدموا بعض ويلاقوا طريقة يعملوا دوحة ويكون في دعم خارجي. بس ما هلأ إجا ماكرون شخصياً ماكرون شخصيا ومصر فايت كتير, مش مزبوط هيدا السيرة اللي نحن قايلين عم بيقولوا لنا اياها ما في دعم خارجي. ماكرون شخصيا هون مش خلص, هن استنفذوا ما بقى قادرين انه يرجعوا يركبوا اللعبة, عرفت؟ خسر كتير من جمهورهم. والدليل انه عم قلك بال2016 لقوا التسوية الرئاسية, قبلها كانوا لاقيين الدوحة وقطر, قبلها كانوا عاملين الطائف. كل مرة كان يعني مثل انت في عندك ما بعرف عندك جينز مخزوق اهترى, كل مره بتجرب تلاقي له طريقه بترقع. مره بترقعه, مره بتقصره, مره بترجع تعمله شورت. لما صار شورت ومرقع كمان صار انه اهترى, بدك تلاقي له صار يا خي هلا صار سترينج بعد سترينج شو بتعمل هلا سترينج هني هلا سترينج يعني نشبه طبعا سي لا سترينج هاي روعة هني هلا سترينج we're being nice يعني بالنهاية بس هتستعمل هالسترينج هين قدش بمطلق so they are there ما قادرين يجددوا حالهم. بعتقد هلا وصلنا على آخر البودكاست دي معنا سؤال الشهير, تفضلي مدى في أمل؟ بول نجار بانتخابات نقابة المهندسين هو أمل, طلاب هني أمل, الناس اللي نزلوا بأربعة آب, نحن بما أنه نحن اليوم بواحد آب وبعد ثلاثة آب, بعد بثلاث أيام في أربعة آب, بس بعد أربعة آب في خمسة آب, في الناس اللي نزلوا هو لي أمل, هو الأمل كتير كبير. سرده هي أمل. No, seriously. الإعلام البديل هو أمل. درج, ميغافون, political pan, كل هو الأمل. على مثلك كمان. عن جد. سلام. أكيد في أمل. أكيد. مش حكي. في أمل. في أمل. وشو شايفة بعد كم سنة لهلا كيف حتصير الأوضاع؟ صعبة. 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 بس إنه أنا برأيي في نحن عنا قرار بدنا نستمر أو لا. أنا برأيي نحن ياخدين قرار بدنا نستمر. إيه وكنت عم تحكي مع التغييرات اللي عم تصير من تحت لتحت بالمجتمع بالسردية المينستريم أو غير مينستريم, عم بيصير في وعي سياسي بعتقد, والانخراط اللي صار والانتخابات كمان. أهالي الشهداء هني أمل بعتقد كمان. أهالي الضحايا سوري ضحايا أهالي الضحايا هني أمل. هالمرأة اللي عم بتروح من بيت لبيت, ما بعرف إذا شايفينها كلهم حاملين صور, بس في واحدة in particular كتير بتلفت لي نظري,
كيف مصرين انهم يجيبوا له فهمي من بيته، كيف مصرين انهم يقوموا على عباس. هو الامل، هو شو اذا مش امل؟ عن جد هو شو اذا مش امل؟ هو العمليه راحت حياتهم، هو راحت حياتهم، راحت اولادهم، الله يخلي اولاد الجميع. بس انا بعتقد تخلص الحياه لما بتروح، لما حدا بيروح منه اولاده. بس في عالم ترجموا هذا الغضب على شغل سياسي. هو ليه راحوا اولادهم؟ هو خلصت حياتهم، بصرهم ما حتخلص. تخيل انه خلصت حياتهم ببلد خلص، بعداله مفقوده، ببلد انهار كليا، وبعدهم عم يركضوا من مطرح لمطرح انه بدنا الحقيقه. سوري، طب اذا هو مش امل، شو هو الامل بالحياه؟ صح. سو باربع اب اكيد ما في، يعني شو بدي اقول؟ بدي لهم شكرا على الامل اللي عم تعطوه. شكرا لك ديما، شكرا على السادة.